السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الخميس الموافق للرابع من شهر يونيو لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة الأيام والتي عنونت لهذا اليوم: فريق البحرين للتصدي لفيروس كورونا، إلزامية ارتداء الكمامات في كل الأماكن والأوقات، العدل، تأجيل قرار إقامة صلاة الجمعة، وإلى صحيفة البلاد والتي نشرت لهذا اليوم: تعيين منسقين في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الفريق الوطني يجب الإبلاغ عن الأعراض مبكرا، البحرين أكثر دول العالم تضررا من عدوانية النظام القطري، وإلى صحيفة أخبار الخليج والتي استهلت في أولى صفحاتها: أكثر من 413 ألف دينار تبرعات لحملة فاعل خير خلال أسبوعين لتغطية 43 محكوما. خبراء يدعون إلى سرعة إنشاء جسر الملك حمد، ومع صحيفة الوطن والتي نشرت: التجمعات العائلية والخروج غير الضروري زاد من حالات فيروس كورونا في مملكة البحرين، 635 ألف مستخدم لمجتمع واعي ورصد 5000 مخالط، تخفيض الرسوم البلدية عن 143 أسرة بحرينية، إعلاميون: مخططات قطر التآمرية مستمرة رغم قطع العلاقات. نقرأ من صحيفة أخبار الخليج أن هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة فوزية زينل رئيسة مجلس النواب أكدت الدعم النيابي التام لتعزيز المسؤولية المجتمعية لكل فرد بالمجتمع للالتزام بالإجراءات الاحترازية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. نشرت صحيفة الأيام أن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أعلن التريث في إقامة صلاة الجمعة في هذه المرحلة من خلال تأجيل قرار إقامتها إلى موعد لاحق، وذلك بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا. وفي صفحة البلاد نقرأ أن وكيل وزارة الصحة وليد المانع دعا الجميع إلى سرعة الإبلاغ، وذلك عند الشعور بأعراض فيروس كورونا كي لا تتضاعف الحالة. لفتت صحيفة الوطن أن وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع أكد أن أسباب الزيادة في أعداد الحالات القائمة من المواطنين هو التجمعات الأسرية والاجتماعية خلال شهر رمضان وعيد الفطر والخروج لغير الضرورات. أشارت صحيفة الوطن أن الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد الغائد كشف أن عدد المستخدمين لتطبيق مجتمع واعي بلغ 635 ألف مستخدم، وأن ما يقارب 5000 شخص رصدوا كمخالطين عبر هذا التطبيق. نقلت صحيفة الوطن أن مدير إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية الشيخ خالد بن راشد آل خليفة أكد أن جملة المبالغ ضمن خدمة فاعل خير خلال الأسبوعين الماضيين تجاوزت 413 ألف دينار، بما يغطي حاجة 43 محكوماً. نشرت صحيفة أخبار الخليج مقالا للكاتب هشام الزياني والذي جاء بعنوان: مسؤولية الفرد ومسؤولية الدولة، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. المسؤولية ليست على الدولة وحدها في مكافحة انتشار المرض، هذا ما خلص إليه الجميع، بالتالي أصبح الفرد هو المسؤول عن نفسه وعن سلامة أسرته والمجتمع المحيط به.
هذا ما تفضل به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد حفظه الله ورعى أمس الأول، إذ قال سموه إن مسؤولية كل فرد بالمجتمع حماية نفسه وأسرته ومجتمعه من خلال التزام الجميع بحس المسؤولية والالتزام بالإجراءات الاحترازية. التجارب التي مرت بها الدول في الشرق والغرب خلصت إلى أنه ما دام انتشار المرض في حدود معينة ومؤشرات ليست مخيفة، فإن التوجه يكون لتحميل كل فرد بالمجتمع المسؤولية الوطنية لحماية نفسه ومن حوله. نحتاج اليوم أن نتحمل المسؤولية والوطنية جميعا من أجل تجاوز هذه المرحلة، من دون أن تكون هناك فترة تغلق فيها البلاد، مما سيترتب عليه تبعات قاسية على الجميع، بل إن الإغلاق سيكون قاسيا على الجميع وسيطالب الناس بإزالته. بيّنت صحيفة الوطن أن المقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري وعضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا أشار خلال المؤتمر الصحفي إلى أن نسبة التعافي بلغت 61%. نشرت صحيفة الوطن أن الدكتورة جميلة السلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي أكدت أن مرض كوفيد-19 لا يوجد له دواء خاص، وأن جميع الأدوية المستخدمة على مستوى العالم هي أدوية تجريبية. إلى ذلك، نشرت صحيفة أخبار الخليج أن الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر يوم أمس في مركز ولي العهد للبحوث الطبية والتدريب بالمستشفى العسكري، أكد أن النظام الصحي في مملكة البحرين قوي وقادر على مجابهة الفيروس، وأن الخطة العلاجية المتبعة في علاج المصابين تخضع للتحديث الدوري في كل أسبوعين. بيّنت صحيفة الوطن أن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا قرر إلزامية ارتداء الكمامات خارج المنزل في كل الأماكن والأوقات ما عدا أثناء قيادة السيارة، وارتداء الكمامة عند ممارسة رياضة المشي، وكذلك عند مقابلة أشخاص لديهم أمراض وظروف صحية كامنة أو من كبار المواطنين المعرضين للخطر داخل الأسرة الواحدة. بيّنت صحيفة الأيام أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بحثت القرارات والإجراءات التي قامت بها مملكة البحرين لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 وانعكاسها على الوضع المالي والاقتصادي في المملكة، وذلك للتقدم بالاقتراحات والمرئيات التي تساهم في دعم إجراءات مملكة البحرين. هذا ويناقش برنامج الأمن الإذاعي في حلقته التي تذاع اليوم الخميس الجهود الأمنية المبذولة لتعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وكيف يسهم إنفاذ القانون بحق مخالفي ارتداء كمامة الوجه في الحد من تداعيات هذه الأزمة. لفتت صحيفة الأيام أن جامعة البحرين تنظم اليوم الخميس منتدى افتراضيا تحت عنوان مستقبل التنمية في ظل التحديات الراهنة جائحة كوفيد-19، والذي يهدف إلى تحليل مخرجات التحديات الراهنة وأثرها على الثورة الاقتصادية والصناعية والعالمية. نشرت صحيفة الوطن في صفحتها الأخيرة صورة لشركة في دبي والتي تقوم بتطوير روبوتات لمكافحة فيروس كورونا.
صحيفة الأيام قالت بأن تعنت النظام القطري الحاكم لا يزال قائماً على خرق كل القيم الإنسانية والاتفاقيات والمواثيق الخليجية والعربية والدولية من خلال مواصلة مخططاته التخريبية ونهجه العدواني في دعم التنظيمات الإرهابية المتطرفة والتدخل في الشؤون الداخلية العربية وبث سموم الفتن والاضطرابات وترويج خطابات الفوضى والكراهية. استغاثة قطرية، عنوان مقال للكاتب فريد أحمد في صحيفة الوطن، قال فيه ما يلي: كل ما ينشر ويقال عن تعنت قطر ومواقفها السالبة وتجاوزاتها وممارساتها المرفوضة من الدول الأربع بل من العالم أجمع لا علاقة له بالشعب القطري الطيب بطبعه والمسالم أبدا، فهذا الشعب رافض لكل ما تقوم به السلطة في قطر، ولو أتيحت له فرصة التعبير عن ذلك لزلزل الأرض من تحت أقدام تلك السلطة ولسارع إلى المطالبة بتغيير الحكم فيها. هذه حقيقة ينبغي أن تكون واضحة للجميع، وأولهم السلطة في قطر، فهذه السلطة تمثل نفسها ولا تمثل شعب قطر، خصوصا وأن القرار لم يعد بيد الشعب القطري. كما نقل صحيفة الوطن تأكيد مجموعة من الأعلاميين بأن السياسة التي يقوم بها النظام القطري تسببت بشرخ كبير بين الدول وشعوبها، مبينين أن المخططات التآمرية مستمرة رغم قطع العلاقات، وأن منهجية النظام القطري في إدارة أزمته مبنية على التعنت والمراوغة وعدم الجدية في الحل. وفي هذا السياق نشر صحيفة الوطن مقالا للكاتبة فاطمة الصديقي والذي جاء بعنوان: لقاح ضد مؤامرات نظام الحمدين الإرهابي. تحدثت فيه عن تمسك النظام القطري بدعم الإرهاب والتطرف رغم الظروف الذي يتطلب من النظام ضخ هذه الأموال في ميزانية الدولة للخروج من أزمة فيروس كورونا بأقل الخسائر. فإلى المقال. التدخل في شؤون البحرين ليس وليد اليوم، لكنه أزمة أعداء النظام القطري لمملكة البحرين سطرتها الخيبات المتوالية من دولة تربطها معنا بروابط من الصعب نكرانها في ظل أي ظرف، لكنها كما يبدو محاولة في الهيمنة بسلاح الإرهاب على حساب استقرار شعوب العالم. ليس من خلال تأييد ودعم الإرهاب والتطرف حسب، وإنما من خلال ما تبنته من سموم عبر قناة الفتنة الجزيرة التي دمرت استقرار دول عربية كثيرة ودعمت الإرهابيين إعلاميا لتحقيق أجندتهم الخبيثة. 3 سنوات نعتز بوقوف دولنا في وجه الطغاة، أحرار نفخر بإسلامنا وعروبتنا نتبرأ من الإرهاب، وبينما شعوب العالم في ترقب لاكتشاف لقاح ضد فيروس كورونا كوفيد-19 نرجو اكتشاف لقاح ضد مؤامرات نظام الحمدين الإرهابي أيضا حتى يعم السلام والاستقرار. وبهذا المقال مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.